نشرت جمانة مراد الخبر المؤسف جدا اليوم الاثنين 29 مارس 2021 على حسابها على انستجرام، وكتبت: الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، إنا لله وإنا لله راجعون. انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوك. فراقك صعب ومؤلم، بس أكيد أنت بمكان أحسن بكتير. يا رب الهمنا الصبر والسلوان، وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب، والحمد لله على كل حال، وانت طير من طيور الجنة يا أمي. ربنا يرحمها ويصبر قلب والديها، ونشوف أسرار تانية عن جمانة مراد. انضمت جمانة مراد لقائمة النجوم الذين أصيبوا بالكورونا، وصرحت جمانة مراد في اتصال مع اي تي بالعربي أنها بدأت تشعر بأعراض كورونا، وتأكدت من إيجابية الفحص صباح سبت 26 ديسمبر 2020 بعد عمل الأشعة والتحاليل اللازمة. حلت الفنانة جمانة مراد ضيفة على برنامج تفاعلكم المذاع عبر قناة العربية، وتقدمه المذيعة سارة دندراوي، وتحدثت عن حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية وتفاصيل أخرى نرصدها في التقرير التالي، حيث وجهت نصيحة لكل الستات قائلة: أحبي نفسك. قالت أيضا: فيلم كباريه هو الأهم في مسيرتي السينمائية وعلى مستوى التلفزيون الخيط الأبيض. قالت أيضا: خضعت لعملية تجميل في الأنف، وأفكر في إجراء عملية أخرى، والنجومية في مصر صعبة جدا وتحتاج إلى شغل وتعب وذكاء وموهبة ومجهود كبير. أيضا: تعرضت للنصب كثيرا أثناء تجربتي في الإنتاج، ولكن نجحت في إعادتها، وأحمل الديانة الإسلامية منذ ولادتي ولم أغيرها. وكانت قد بثت الممثلة السورية جمانة مراد فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي الحجاب في مكة، معربة عن سعادتها بأداء مناسك الحج. دي جمانة مراد وهنا وهي مرتدية الحجاب في مكة، وكتبت: عيد أضحى مبارك عليكم إن شاء الله، قالوا لها: حج مبرور وذنب مغفور إن شاء الله. وتداول مغردون الفيديو معلقين بأنها انتقلت من الطائفة الدرزية إلى الإسلام، وكتبت جمانة تعليقا تحت الفيديو: عيد أضحى مبارك إن شاء الله، وقالت فيه أنها تعتذر عن تأخرها عن معايرة محبيها بسبب أداء مناسك الحج، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي تؤدي فيها هذه الفريضة، راجية من الله أن يتقبل منها ومن جميع الحجاج. وحرصت جمانة مراد على توضيح حقيقة اعتناقها الإسلام، وردت على تعليق أحد معجبيها الذي هنأها باعتناقها الإسلام لترد عليه قائلة: مسلمة منذ الولادة والحمد لله. ده البوست اللي حطيته: مسلمة منذ الولادة والحمد لله يا يزن. فقالوا لها: حجا مبرورا وسعيا مشكورا، الله يتقبلها ويغفر ذنوبك. ده جمانة مراد. ونفت الممثلة الأخبار التي ترددت حول عدم انتماء طائفتها الدرزية للإسلام بسبب السرية التي تفرضها تلك الطائفة على مذهبها. إذ استند البعض إلى الرأي الذي يرجح أن الدرزية إحدى الديانات التوحيدية التي تتسم بالسرية ولا تمت للإسلام بصلة. دي جمانة مراد. جمانة مراد ممثلة ومنتجة سورية من مواليد 1 أبريل 1973، وكانت بدايتها الفنية كمذيعة في تلفزيون عجمان، ثم اتجهت إلى التمثيل بعد أن شجعها المخرج نجدة إسماعيل أنظور لتقدم أول أدوارها الفنية عام 1998 من خلال مسلسل بقايا صور. وعن حياتها حاصلة عن شهادة ليسانس آداب إنجليزي من جامعة دمشق في سوريا،
وأيضا على دراما وتمثيل في آرت أكتور سنتر لندن. وتزوجت مرتين قبل زواجها في 20 أكتوبر 2013 من المحامي الأردني الدكتور ربيع بسيسو. واعترفت الفنانة جمانة مراد أن طلاقها لمرتين من قبل، سواء من المخرج نجدة أنظور أو رجل الأعمال السوري، كان وفقا لقرار اتخذته هي دون أن يكون للطرف الآخر أي تأثير عليها. وتابعت: أنا من طلقتهما، أي أنا من تركتهما، اكتشفت بعد فترة من الزواج إني غير مرتاحة وليس في إمكاني أن أكمل بقية حياتي معهما، فكان علي أن آخذ موقفا وأنهي العلاقة الزوجية معهما لأبدأ حياة جديدة. أما عن عدم إنجابها لأطفال خلال التجربتين، فقالت أنه أيضا قرارها، فهي لا تريد أن تنجب أطفالا قبل أن تبلغ سن 39 سنة. واعترفت جومانا في 2011 أنها في 37 من العمر وأنها تزداد جمالا كلما تقدم بها العمر. وتابعت ساعتها، يعني في 2011: البعض يظن أنه إذا تقدم بها العمر سيقل جمالي، وهذا غير صحيح، فهناك نساء في الأربعينيات والخمسينيات يسحرونك، وأنا متأكدة من أنني عندما أصل إلى سن 40 سأكون ساحرة وجميلة. وضج الوسط الفني بخبر زواج الممثلة جمانة مراد عندما عقدت قرانها على المحامي الأردني ربيع بسيسو في حفل بسيط اقتصر على أسرتيهما في القاهرة. عن اللقاء الأول بزوجها تقول جمانة أنه تم التعارف بينهما خلال لقاء عائلي، حيث بدأت دقات القلب تتصارع منبئة بالزائر الجديد الذي سيسكنه هذه المرة، والحب كان متبادلا بينهما وانتهى بهما إلى الارتباط. وبعد الزواج سافر في جولة أوروبية لقضاء شهر العسل، وفوجئت بتهافت التهاني عليهما من جمهورها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى زملائها في المهنة بأعداد لم تكن تتوقع. الجدير ذكره أن زوج جمانة ربيع بسيسو حصل على الدكتوراه من مصر والولايات المتحدة، وانتقل بحكم طبيعة عمله بين عدة عواصم عربية منها دبي والسعودية وبيروت. ودي صور من الفرح من الدكتور المحامي ربيع بسيسو في 2013. هي أنجبت بعد كده ابنها محمد منه. صور جميلة من الفرح.